الشاشة هنا تختار عندك المعلومات إحدادات العرض، فأنت تختار تقوم أشهر سرعة في الميل يكون موجود أو لا، إضافة معشر سرعة المحرك العرض اللي هو الـ RPM توظيفه أو لا، وحدة القياس لاستهلاك البنزين، الحرارة تباها مئوية أو فهرنهايت، ضغط الإطارات نوعه، العادة اللي نختاره هو الـ PSI هو اللي معتمدين عليه، نوع اللغة، نظام التحكم بالدفع تبغى تشوف انت اذا انت مشغل الدبل او لا، وتوزيع الدبل او توزيع الدفع على الكفرات الاربعة، نظام الضبط على المنحدرات تبغى تشغله وتطفيه، نظام التحكم بالمقطورة برضو تشغله وتطفيه، السحب والقطر يعطيك معلومات اكثر من هنا، مساعدة السائق، النقطة العمياء تشغلها او لا مع انها موجودة فيها هذه ما ذكرتها لكم، هذه برضو ميزة جديدة في النافيجيتر، وبرضو في الاف 150 هي نظام زوايا غير مرئية للمقطورة، يعني يدعم زوايا المقطورة الزوايا غير مرئية للمقطورة نفسها برضو، انه لو كنت رأى يعني تسحب مقطورة فبرضو هو يتحسس السيارات اللي جاية من ورا المقطورة، فهمتوا كيف؟ يعني انت الحين هنا يتحسس بس السيارات اللي جاية من جهة السيارة، انت تعرف الرادار يكون في زاوية السيارة، هنا يتحسس برضو يعني الرادار يكون اشمل شوي يعني على ابعد عشان يشمل اللي هي الزوايا اللي هي برضو من وراء المقطورة عشان ينبهك. انذار عند الرجوع هو CTA يكون مربوط بهذا او يستخدم نفس الرادار عشان انت لما ترجع بالسيارة يعطيك تنبيه اذا جت السيارة من اليمين او اليسار، يعني مجرد مثلا ما تطلع من موقف جت سيارة من اليمين او اليسار ينبهك ترى في سيارة قادمة من اليمين او سيارة قادمة من اليسار، واتوقع ان اذا جت سياره من اليسار اللمبه حقت النقطه العمياء على اليسار فتنور ويعطيك اشاره في شاشه الطبلون يعني انتبهنا في سياره جايه من اليسار، نثبت السرعه تبغى تفاعلي او عادي، تفاعلي الفور هناك مياه السهمين، تفاعلي انك تقدر تثبت السرعه على السياره اللي قدامك، فاذا انت اذا السياره هدت على انت مثبتها على 120 وهدت على 120 تهدي السرعه من نفسها لما يتوخر السيارة من قدامك وصير تسرع مرة ثانية لين 120 وتثبت مرة ثانية. تنبيه السائق اللي هو لما أحد يفرمل فوجك سيه على طول ينبه وبرضه يضرب فرامل، نظام بقاعة خط السير، النمط تبغى تنبيه فقط أو مساعدة فقط أو كلاهما، تنبيه ينبه صوت ومساعدة يصير يرجعك شوي كذا، يعني تحس الدركسون يلف بشكل بسيط يرجعك عن المسار، وكلاهما اللي هو الاثنين مع بعض فيها تنبيه ومساعدة، الحدة كيف تبغى انت حدة اهتزاز الدركسون، شوف الحين بحط الجوال على الدركسون عشان لما يهتز تحسون باهتزاز الجوال، تمام؟ شوف الحين منخفضة، هذا منخفضة، هذا عادية، هذا عادية شوي أقوى، هذا مرتفع، هذا أقوى شوي، فأنت يعني حسب رغبتك، أنت تبغى مرتفعة يعني إذا أنت مرة تنوم بقوة يعني فتحس الدوسون يهتز بقوة إذا أنت طلعت عن السير. مساعدة استباق الاصطدام اللي هو يستخدم الرادار الأمامي درجة تحس التنبيه تبغاه يكون قريب لو وسط ولا يعني تبغاه إذا يعني على مسافة بعيدة يتحسس أو على مسافة وسط أو على مسافة
هنا عندك مرتفعة عادية منخفضة، والمسافة الفاصلة، فأنت تختار المسافة الفاصلة يعني تختارها، يعني هل هي يكون فيها مسافة فاصلة بينك وبينها أو لا، والفرمل النشطة هل تبغاه يفرمل، يعني إذا أنت ما فرملت يعني قلتهم يكع فرمل على طول من نفسه ولا لا. تمام، الحين شوف هنا، أنا دعوني انتبه بس مو واضحة هنا. شوف هنا لما تختار المسافة الفاصلة شوف يطلع هناك، برضه يطلع عندك هنا بيمين. نرجع هنا، خلصنا من هنا السحب، إعدادات السحب، المقطورة، المركبة، نظام الإنذار، هذا يعني للسيفتي، نظام السيفتي إنذار السرقة، دخول وخروج سهل، هذا أنت لما تحط ذاكرة للسيارة، ذاكرة للكرسي والدركسون، لما تطفي السيارة يرجع الدركسون، يرتفع ال ايه يعني يرجع كرسي ويرفع الدركسون، والعكس نفس الشيء لما انت تشغل يقدم الدركسون على نفس الوضعية اللي تبغاها. تأخير او هنا التحكم بالإضاءة، ضوء تلقائي عالي، هذا في الظلام، هذا بعد ميزة حلوة، انت على طول هو ما تدخل المكان عالي ظلام يشتغل العالي على طول. تأخير مصابيح الأمام، إذا طفيت السيارة تبغاها 10 ثواني يعني تقعد الأنوار شغالة بعدين تطفى، أو 20 ثانية أو 120 ثانية يعني دقيقتين، فأنت حسب رغبتك. أو إيقاف، أول ما طفي السيارة يطفى النور. مصابيح النهار اللي هو الإضاءة النهارية تبغاها تكون شغالة أو لا. إضاءة الترحيب اللي تو شرحتها لكم بس ما كانت واضحة في النهار، من أول ما تقرم السيارة وأنت معك المفتاح تشغل إضاءة ترحيبية، إضاءة كاملة محيطية تعطيك إضاءة، وبرضه في زي البروجيكتر تحت المراية يعطيك شعار لينكن على الأرض. الأقفال هنا اللي قفل أوتوماتيك، المراية تصفى أوتوماتيك، أنت تختارها من هنا، إعادة عمر الزيت. الباب اوتوماتيك تبغاه يعني يفتح اوتوماتيك او لا، تشغل عن بعد، تحكم به من هنا بالمكيف لما تشغل عن بعد. العتبات الجانبية تبغاها تفتح اوتوماتيك او لا، او تخليها مفتوحة على طول. النوافذ تبغى تفتح بالريموت، والمساحات يعني تبغى تحسس المطر او لا. نظام المايكي هو نظام يعني هو يعتبر زي براءة اختراع الفورد او حصر الفورد، هو انك تقدر تبرمج المفتاح الثاني يصير تقدر تتحكم فيه بالسرعة، يعني ما يقدر يسرع صاحب المفتاح الثاني المبرمج، ما يقدر يسرع، ما يقدر يرفع الصوت، ما يقدر يشغل مثلا المسجل لما يربط الحزام زي كذا، فانت تصير عندك تحكمات.